نادينا العظيم الأهلي والنادي العظيم نادي الزمالك. حقيقة النادي الأهلي كبير، وده مما لا شك فيه بشهادة موثقة من 2 موظفين وممضية من المدير العام. النادي الأهلي كبير كبير كبير، هو نادي القرن في القارة الإفريقية، حاصل للبطولات سواء المصرية أو الأفريقية أو القارية. والحقيقة النادي الأهلي مش بس نجوم تجري على البساط الأخضر، وهم كتير الحقيقة، ولو قدرنا عدناهم من أول ما بدأ النادي الأهلي، من أول ما الكابتن العظيم مختار التتش حتى الآن، مش هنقدر نعد وهننسى ناس، وإحنا مش عاوزين ننسى ناس ليهم فضل ولهم نجومية كبيرة جدا جدا في النادي الأهلي. النادي الأهلي أيضا مليء بنجوم خارج البساط الأخضر، نجومه معروفين، نجومه بيحبوه، نجومه بيقدروه، نجومه وراءه وبجانبه وأمامه في جميع الحالات، سواء كان يعني يحصد البطولات أو سواء كان مخفقا، لأن النادي الأهلي نادي من النوادي التي تستمر دائما، تمرض ولكنها تموت لا تموت. وزي ما قال كابتن رحمه الله الكابتن صالح سليم، الأهلي فوق الجميع. النهاردة بنلعب ماتش، أتمنى أن يكون من الماتشات الجميلة اللي بنشوفها بين الأهلي والزمالك، وأتمنى أنه يبقى ماتش نستمتع فيه بالكرة المصرية، كرة الفن والهندسة وكرة الشياطين الحمر، كرة الزمالك وكرة النادي الأهلي، ونستمتع مع بعض. والكويس قوي 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 واللي هياخد الماتش بجديه يكسب، واللي يخسر نقول له هارد لك. مشاهدة ممتعة مع الأهلي والزمالك.